فقد الفاعلون في مجال حقوق الإنسان شخصية عند بصمتها، عند مكانة، عند كذلك كانت لها دائما الجرأة في طرح قضايا شائكة في مجال حقوق الإنسان، كانت له كذلك الصدق في تعامله مع القضايا بصراحته القوية ونقولوا بقدرته على تبليغ الموقف الواضح والضروري في مجال حقوق الإنسان. مرحوم سي أحمد حرزني الذي غادرنا عرفته منذ حوالي 30 سنة عندما كان باحثا بمعهد البحث الزراعي بسطات، ثم أيضا واكبت يعني نشره لمجلة المزارع التي ساهم فيها يعني بالنهوض بضرورة حماية الموارد الطبيعية، وأيضا جمعتنا بالخصوص قضية الدفاع عن البيئة وقضية أساسية الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، ولعب دورا محوريا في هذا المسار، وخاصة في مسار وحنا من قرب يعني مقر السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا، يعني ساهمنا جميعا وكانت له حكمة في ذلك في تنسيق وتأمين تنسيق تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. السي أحمد كان يتميز بالصدق والتشبت برأيه والدفاع عنه، ولكنه ذلك كان يعني في إطار يعني المودة والتقدير لمحاوره، يعني مهما كانوا سواء يعني أفرادا أو مؤسسات. السي أحمد أنا فقدت فيه الصديق والأخ، فقدت فيه أيضا مصدرا من مصادر يعني المعرفة والثقافة، حقا هذا من خيرة ما جدت به هذه البلاد السعيدة، رحمه الله وشمله برحمته الواسعة وبغفرانه ورضوانه، وألهم يعني ذويه ونحن جميعا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحمد حرزني أو السي أحمد كما كنا نسميه أو الرفيق كما كنا نسميه، طبعا لنا معه تاريخ طويل، تقاطعت حياتنا للفعل من أجل الوطن. ترك في حياته من بصمات قوية في عبوره من هذه الحياة لصالح وطنه ولصالح الحركة الحقوقية المغربية والحركة الديمقراطية الشيء الكثير، وذلك الرصيد سيبقيه دائما حيا بيننا، لأنه رصيد ولود ومتفاعل مع حاضرنا ومع مستقبلنا. لا عندي ذكريات كثيرة معه، لأنه هو طبعا احنا نقدر له حق قدره إسهامه وهو شاب في تأسيس اليسار المغربي، من الخلايا الأولى في اليسار المغربي في نهاية الستينات. كانت له اجتهادات كبرى فكرية وسياسية على مدار السبعينات، طبعا لا ننسى مراره من الاعتقال السياسي وما تحمله من آلام ومن يعني وما رفعه من تحديات. طبعا كانت لنا صلة وتفاعل في نداء المواطنة الذي أنشأه في عمله الحقوقي، سواء في المجلس الوطني الحقوقي كرئيس، سواء يعني في منتدى الديمقراطية أو مرصد الديمقراطية، يعني إنجازات كبرى وفعاليات كبرى، وطبعا علاقات شخصية عميقة وقوية يعني متداخلة
فيها الآن زخم كثير من الذكريات، في جلسات، في آمال، في أحلام عشناها مع بعض واشتركنا فيها رحمة الله عليه.